مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سلطة البيض على طريقتي، وبتنفع كمان للرجيم. عنا 4 بيضات مقطعين بهيدا الشكل، خس، بندورة، زيتون، كبيس خيار، بقدونس، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود، 1/4 ملعقة صغيرة كمون ناعم، 1/2 ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حاولي تقطعي الخضريات عشان سرع لكم بالفيديو وما تملوا. بنحط الخضرة كلهم. البهار، الكمون، الملح. بنخلطهم كمان. سلطة صحية وكتير كتير طيبة. فينا نزيد عليها أي نوع خضرة نحنا كمان بنرغب فيه. هذه السلطة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.